إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أعينوا إخوانكم وأغيثوهم، أعينوا إخوانكم المتضررين بحرق سوء الظلام، سوء مجدي أمس بالتاريخ 23 من شهر ذي القعدة 1443 هجري الموافق 23 يونيو 2022 يوم الخميس. هذا السوق هو السوق الوحيد لأهل قارسة الذي يعتمده أهله، وكانت فيه ثروة طائلة وأموال هائل، وكانوا أهل قارسة يعتمدون عليه ويزاولون تجارتهم فيه، كما كان أكثرهم يزاولون أيضا نفقة معيشتهم اليومية في هذا السوق. وهناك مساكين كثيرون يعيشون في هذا السوق أو يطلبون رزقهم ومعيشتهم اليومية في هذا السوق، بحيث يأخذون سلعة من إخوانهم ويبيعون، وما يجدونه من الربح ينفقون على أهليهم. هذا السوق كأن لم يغنى بالأمس، احترق جميعه. نحن مسلمون ونؤمن بقدر المولى سبحانه وتعالى، على ما قدر الرحمن يكون، ولا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحريق. قد تكون من سوء التدبير وتصرفات بعض أهل الأسواق، وقد تكون عن قصد بيد الأعداء عن وراء الكواليس، وقد تكون من عقوبة ربانية نزلت من السماء، وكل هذا محتمل ولا يستبعد الأخير، لأن في السوق عادته، وخصوصا في سوقنا هذا، فيه معاصي كثيرة وظلم كثير من الخيانة والغش والمكر وإلى غير ذلك من الفسق والمعاصي. ومما يزيد دين بالله في هذه الأيام، أيام حملة الانتخابات، تدوي الموسيقية وآلات الملاهي في كل مكان، وهذا مما يسبب أن تنزل عقوبة من الله سبحانه وتعالى على أهل مثل هؤلاء. وقد حذرنا وحذر العلماء عن ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسق إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت القبور. مهما كان الحال أيها المسلمون، سوق أهل قارسة
صار كان لم يغني بالأمس. والأغنياء والفقراء صاروا سواسية. احترق عن بكرة أبيه، وهناك من له المحلات الكبيرة وهناك من له المحلات الصغيرة، كل هذا احترق وصار الناس صرف اليدين صرف اليدين. ولذلك نقول للمسلمين لا بد من التعاون، لأن شريعتنا الإسلامية شريعتنا الحنفية السمحاء تحض على المسلمين أن يتعاونوا وأن يساعد بعضهم بعضا. تأمرنا شريعة المواساة والألفة والمحبة والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. لأجل القوة الإيمانية لابد كل مسلم أن يرحم على أخيه، أن يشفق عليه، أن يرق له، وإلا إيمانه لا يكون كاملا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أيها المسلمون، إخوانكم الذين لا يجدون اليوم نفقتهم اليومية لابد أن نغيثهم وأن نعينهم، وكل واحد أن يساعد إخوانه بما يملكه. هذا هو مما يأمر الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن هذه القوة الإيمانية التي لا يوجد في غير الإسلام لابد أن نتصف بهذه الصفات الإيمانية، أن نتصف بهذه القوة الإيمانية. لابد أن يرحم بعضنا بعضا ويساعد بعضنا بعضا بما يستطيعه أن يساعده على أخيه. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إذا كنت في حاجة أخيك لا شك أن الله سبحانه وتعالى يكون في حاجتك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها بسببها كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أيها المسلمون، حاولوا أن تكشفوا كربة إخوانكم على قدر استطاعتكم. قد يكون بعض الإخوة ليس لديهم شيء، وأولادهم في هذا اليوم يألمون بالجوع. لابد أن نستشعر هذا الشعور الإيماني، هذا الشعور الأخوي، هذا الشعور الإنساني. كن على علم أيها المسلم أن مثل هذه الأعمال، أن تقوم على مساعدة أخيك، أن تفرحه وأن تكشف عنه كربه وأن تقضي عنه دينه،
هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وتكون أيضا أنت من أحب الناس إلى الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. أيها المسلمون، لابد أن نتعاون على إغاثة الملهوفين والمحتاجين والمتضررين بحريق هذا السوق الذي كان يعتمده أهل كارثة. كما ندعو أيضا لحكومة جمهورية كينيا وعلى رأسها رئيس أوهورو كينياتا، عموما وخصوصا المسؤولين المنتخبين من هذا البلد، أن يغيثوا هذا الشعب المتضرر بحريق هذا السوق. ونداؤنا أيضا نرسل إلى جميع من يبلغه من المسلمين أينما كانوا، سواء كانوا في خارج البلد وداخله، أن يغيثوا إخوانهم المسلمين المتضررين بهذا الحريق الكبير، هذا الذي لم يمر عليه في التاريخ مثله، أي مثل أمس. أيها المسلمون، كما ندعو أيضا لحكومة كينيا أن تراعي مصلحة هذا المجتمع وأن تبني له سوقا بصورة تفادي عنه الإحراق مرة أخرى. هذا هو نداؤنا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.